أهلا بكم أحبتي المشاهدين في الواحدة، ضيفي هذا اليوم الشيخ جواد الخالصي المرجع الديني العراقي. أهلا وسهلا بك شيخنا. الله يبارك فيكم. يا مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. مبارك عليك شهر رمضان. مبارك عليكم وعلى أمتنا في كل مكان، عسى أن يكون سببا لبدء مرحلة جديدة من حياة هذه الأمة كما أرادها الله إن شاء الله. ما أدري شيخنا، تحب نبدي بالسياسة لو نبدي بالدين؟ وين توجهاتك هاي الأيام؟ والله أنا عندي السياسة تابعة للدين، فنبدأ بالدين وننتهي إلى السياسة حتى لا ننحرف. طيب، أنا سمعت قبل تجي جنابك أنه عندك محاضرات في بعض الأماكن اللي تأديها، وين توجهون الشارع هاي الأيام شيخنا؟ يعني هو الصراط الذي أراده الله لعباده كما في القرآن الكريم، وأنت بشرتني أنك كنت قارئ قرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الإنسان أمامه خياران، إما صراط الله كما تقول الآية الكريمة أو سبل الشيطان. نحن نتمنى أو نعمل أو نسعى لكي نسوق أنفسنا وأمتنا إلى صراط الله، فهذا هو المنهج العام. لكن صراط الله فيه كل شيء، يعني فيه حاجات الإنسان الشخصية والعامة والاجتماعية، ومنها السياسية، ومنها طبعا النفسية والاقتصادية. فنحاول أن ضمن النظرة العامة التي نرفعها نحاول أن نفسر للمجتمع وللجيل الجديد حقائق هذا الانتماء إلى هذا الصراط. جميل. لكي لا يعبث بنا العابثون ويأخذونا إلى أماكن بعيدة. جيد، لكن اليوم المجتمع بحاجة إلى مجموعة أشياء، ربما أنت ومن يمثل المذاهب الأخرى أو السياسات الدينية هم أعرف بما يحتاجه الشارع، فيوجه الشارع باتجاهات ربما تفيده في حياته وفي آخرته. المفروض هكذا، يعني هو عمل البلاغ، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العمل هو هذا اللي تفضل به، يعني نرى ما هي حاجات المجتمع ونوضح له طريقة الالتزام بالأسلوب الأمثل لتحقيق هذه الحاجات. هذا جهدنا، والمحاضرات والدروس الليلية هذه يعني في شهر رمضان هي امتداد لعشرات السنين من هذه الدروس، كانت موضوع تأثير في بعض الأحيان، تأثير إيجابي، وكان السبب الاشتباكات مع جهات عديدة في مراحل مختلفة، كما هي السبب اشتباك الآن، لأن نحن الآن لسنا على وفاق مع المنهج الذي يدعي أنه يتمسك بالإسلام ولكن على أسس طائفية وأسس تابعة. ربما هذا يدينك به من يقول اختلاف أمتي رحمة. اختلاف أمتي رحمة بمعنى أن يختلف بعضها إلى بعض، أن يتلاقوا. أما بوجود الحواجز والكتل الكونكريتية فهذا ليس اختلافاً. هذا اختلاف أمتي رحمة ليس بمعنى الافتراق، وإنما معنى تنضيج وجهات النظر لكي نصل إلى الحل الأمثل الذي يجمع الأمة ولا يفرقها. طيب، فنحن على هذا المنهج، يعني هذا الطريق الذي نفهمه. طيب شيخنا، بالعادة أنتم عندكم دراسات يعني فتدرسون رجع الصدى، سنقول أكاديميا احنا نفهمها بقضية رجع الصدى. أنا اليوم أوجه رسالة وأنتظر رجع الصدى منها، إيش قد تشوف الشارع يستجيب لما تقولوه؟ نقطة جدا مهمة هذه. نعم، خلنا نأخذها من واقع اليوم، من حالة العراق. عندما حصل التغيير في العراق وسقط النظام، كثير من الناس استبشروا بهذا العمل واعتبروه فتحا مبينا لأسباب عديدة، طائفية، شخصية، عرقية، سميها ما شئت، وقالوا هذا زمن الديمقراطية والرفاهية وسيسعد العراق بهذا التغيير. صحيح ولا لا؟ نعم. نحن كان عندنا رأي آخر، أن هذه بداية كارثة وأزمة جديدة على العراق. رجع الصدى اقرأه الآن عند الناس، ماذا يقولون عما جرى في ذاك الوقت؟ أكيد ساخطين على الموضوع. أحسنت، رجع الصدى مهم. بعض السياسيين يجي يقول لك أنا لو كنت أملك الوعي الذي أملكه الآن ما كان شاركت في عملية إسقاط النظام. أعتذر فأقول حتى هذا الكلام مو صحيح، لأن إحنا لهذا السياسي وأمثاله قاعدين لهم
قبل إسقاط النظام أن هذه العملية ستكون خطيرة. يعني هذا الكلام ربما يذهب بنا إلى أنكم كنتم تؤيدون النظام السابق. هم حتى يضعفوا موقفنا، وهم يعلمون أنه إحنا معارضين للنظام السابق قبلهم ومعهم وبعدهم، لكن حتى يضعفون موقفنا قالوا أنتم إذا ما تقبلون بالتغيير الأمريكي يعني تريدون يبقى النظام السابق. قلنا لهم لا، إحنا ما نريد يبقى النظام، لكن نريد أن يكون التغيير بيد الشعب العراقي حتى نخرج بنتيجة إيجابية لصالح الشعب العراقي. زين. لا تكون كارثية. الآن كلهم يقولون نتائج كارثية. زين أوكي، إذا الكل وصل إلى هاي القناعة الآن بعد 15 عام، لماذا لا نتجه اتجاه آخر؟ هذا السؤال موجه إليهم، نحن معك، يجب أن نتجه اتجاه آخر، هو أن يعمل العراقيون على إنشاء حالة جديدة يتولى فيها أمر العراق أبناء العراق، مو تأتي الحلول من الخارج كما نرى اليوم بعض الناس هذا اليوم الآن يكررون نفس الخطأ السابق، معتمدين أنه راح تيجي أمريكا وتسوي لنا تغيير وتخلصنا من فلان حالة ودخلنا في فلان حالة. فنفس الخطأ يتكرر عند هؤلاء. طيب، رجع الصدى، نحن بالقراءة التي عندنا نعم أن الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي التي كانت متألمة من النظام السابق ولها الحق في ذلك، نحن معهم، تأثروا في البداية بالأطروحات الخادعة ثم اكتشفوا أن هذه الأطروحات غير صحيحة. إذن بداية الموقف كانت مستندة إلى قضايا يعني عقلانية شرعية أخلاقية. الجماهير الآن تؤيد هذه المواقف وقراءتنا جدا واضحة لهذه المسألة. جيد. اليوم أنتم لا زلتم تنادون بما كنتم تنادون به سابقا أن دخول الأمريكان كان خطأ ويجب إخراج الأمريكان، لكن اليوم هل تعتقد أن هناك قدرة على هذا الموضوع؟ نحن سنتكلم في البداية، نقول لماذا نحن أغرينا الأمريكان بالدخول وساعدناهم على الدخول وخادعنا أنفسنا وخادعنا شعبنا. ظلم النظام، أنا موافق أن النظام كان قاسيا جدا وظالما جدا ونحن في مقدمة ضحاياه، لكن الإنسان عندما يعمل على تغيير يجب أن يفكر ما هي نتائج هذا التغيير. فنحن عندما قلنا أن تدخل أمريكا سيكون سلبيا وليس بإيجابي، الآن قيادات في الأحزاب أنفسها، يعني نفس الرئيس الأمريكي الحالي كان ينتقد الإدارات السابقة بسبب تدخلهم في العراق وشن الحرب على العراق، ولكنه الآن يستدرج مرة ثانية لحرب أخرى في المنطقة بحجة تخليص المنطقة من تدخل إيران مثلا. جيد. نحن نعتقد أن التدخل الأجنبي في المنطقة سلبي بكل ظروفه وأوضاعه. ما طول جبناها على إيران، يعني اليوم أمريكا تضغط على إيران باتجاهات متعددة، ماذا ترى من هذا الموضوع وما هي واجباتكم أنتم بهذا الخصوص؟ هاي في الموضوع آخر، يعني قائم بذاته، هل ستكون هنالك تدخلات حقيقية، ستكون حرب أو لا تكون حرب، أم هو مجرد ضغط نفسي، حرب نفسية كما عبر عنها مسؤولون عسكريون في مواقع مختلفة. نعم. نحن نعتقد مرة أخرى أن ما يجري اليوم هو تمهيد لكارثة جديدة تحيق في المنطقة. العراق من ضمنها؟ طبعاً. زين. العراق هو أول ضحاياها أو أكبر ضحاياها، مثل كارثة الحرب العراقية الإيرانية، مثل كارثة الدخول في الكويت وحرب الخليج، مثل كارثة الأزمات والصراعات الداخلية التي حصلت في داخل العراق إلى كارثة الاحتلال. فإذا حصل هذا الأمر فالعراق سيكون الضحية الكبرى مرة أخرى في هذه الأزمات. لذلك نحن على موقفنا الأول، لا حلول تأتي من الخارج، الحلول يجب أن تكون من الداخل ومن أبناء العراق، والقضايا الإقليمية تحل مع أبناء المنطقة دون أن نستعين بجهات أجنبية. شيخنا، الأمريكان لهم سطوة اليوم في العراق وعندهم نفوذ، أنتم كرجال دين على الأقل وكزعماء في العراق، ما هي رسالتكم إلى الشعب وإلى السياسيين؟ يعني في أي بلد في العالم يمر بظرف صعب ويتأثر بقوات أجنبية ويحصل فيه احتلال، ماذا يجري؟ ماذا ينبغي أن يجري في ذلك البلد؟ في كل أنحاء العالم وفي كل التاريخ. طيب. تبدأ مرحلة التحرر الوطني. زين. إحنا دعوتنا منذ الاحتلال الأول أنه يجب أن تبدأ مرحلة التحرر الوطني وليس عملية سياسية يديرها المحتل. هذا الفرق بين حالتين. زين.
ثوابت المشروع الوطني الذي طرحناه من خلال المؤتمر التأسيسي وغيره كما ذكرت رجع الصدى أن الجماهير أصبحت أو الناس أو السياسي كلهم يتحدثون عنها. يعني أكو ناس قالوا نحتفل بذكرى الاحتلال كعيد وطني، الآن لا يوجد شخص يتكلم هذا الكلام، صحيح ولا لا؟ يعني إذا فيه شيء أنا أتجاوز على الواقع أقول لي لا لا خطأ. صحيح صحيح تمام. فما دام الناس قد وصلوا إلى هذه القناعة، حتى السياسيين حتى المتورطين، فالحل هو أن يبدأ مشروع داخلي يتبناه أبناء العراق لإعادة السيادة إلى هذا البلد. غير تبنى عقلاء القوم طبعاً يا شيخ. طبعاً. إيه من اليوم يعني إحنا مبادرين إلى ذلك وجاهدين في هذا وما زلنا، وعندنا الآن مشاريع، الأصوات الآن تكاثرت والحمد لله، وعندنا شواهد على ذلك ولقاءات حتى في الإعلام الآن تسمع كثير من رجع الصدى الإيجابي الذي يمكن أن يبنى عليه المرحلة القادمة. جيد. في آخر خطاباتكم شيخنا دعوتم حتى إلى إلغاء العملية الانتخابية في فترة ما. لا مو كان مو إلغاء العملية الانتخابية، هي أصلا العملية السياسية هذه تعبر عن واقع الشعب العراقي وإرادته. بغض النظر شنو البديل؟ البديل هي عملية سياسية نظيفة. شون؟ يمكن أن تعبر عن إرادة، قلنا مرة أخرى ايه؟ الانتخابات التي جرت ايه؟ منذ الاحتلال إلى اليوم هي انتخابات مزيفة لا يوجد فيها شيء واقعي. هذه تتكلم بأدلة؟ بأدلة لا مو بس أدلة، هم الأطراف المتورطين بدأوا يعترفون بهذا. في البداية كانوا يكابرون في الانتخابات الأخيرة نسبة جدا قليلة راحت، وكلهم قالوا هايتوا لكم دور في ذلك، وقسم قاموا يهاجمونا أنه أنتوا السبب. قلنا لهم الحمد لله ما دام احنا السبب فيبدو أن كلامنا أصبح مؤثرا. صحيح. أو الناس قد وعت فامتنعت ولم تذهب للانتخابات. خرج بعض السياسيين من الذين سقطوا في الانتخابات الأخيرة قالوا هي هذه الانتخابات وحدها هي الانتخابات مزورة، كل الانتخابات السابقة كانت مزورة. يعني بدأ بعضهم يكشف أوراق هذه العملية التي هم فيها. نحن لا بديل عن إرادة شعبية تحقق مشروع سياسي وطني مستقل، وأي تدخل أجنبي خصوصا التدخل الأمريكي البريطاني الأوروبي الاستعماري التقليدي وأي تدخل إقليمي لا يستطيع أن يقدم دفعا إيجابيا لهذه العملية. يجب أن يكون هناك عمل داخلي في العراق، نعم يتعاون مع دول الإقليم بما فيه مصلحة العراق فقط. زين. وينظر يعني من يكون مصلحة العراق مو يعني يضرب مصالح الآخرين. زين. مصالح متبادلة. وفي نفس الوقت يجب أن يكون الآخرون القوى الكبرى المهيمنة والمسيطرة أن يعلموا أن هذه الهيمنة وهذه السيطرة لن تصل إلى نتيجة. طيب شيخنا، إذا اليوم إحنا أمام ثلاثة مواقف، موقف لكم تقولون أن العملية السياسية هي عملية غير واقعية على الأقل والانتخابات مزورة، موقف آخر بعض الشخصيات الدينية مشاركة في الانتخابات ولها ثقل داخل الانتخابات، إذا سمحت لي الموقف الثالث هو المرجعية ربما إلى الآن صامتة بهذا الاتجاه، شلون تفسر لي هذا الموضوع؟ أطالبك أيضا برجع الصدى. زين. نبحث عنه. الآن الأغلبية من الناس حتى العلماء حتى الذين شاركوا هم على رضا بما جرى وعلى رضا بالانتخابات. أبدا. زين. الإحصائية إذا تأخذها هاي استبيانات طبعا هي. تجد كثير من الناس اللي كانوا يخالفوك بالرأي الآن هم معك، يقولون إحنا حتى الكلام القاسي أحيانا لأنه هناك حالة من التهاتر والتشاتم والتسقيط، هذا طبعا مضر لأنه لا يؤدي بنا إلى الوصول إلى حل. أنا أدعو دائما إلى رفع مستوى الحوار والالتزام بالخلق والآداب التي نحتاج إليها في الحوار الوصول إلى حلول، لكن يجب أن يكون الحوار صريح زين وواضح. زين. الانتخابات عندما جرى نحن قلنا أن المشاركة في الانتخابات هذه نوع من العبث. باطل. شوي يمكن الكلمة كانت قاسية اللي أنا قلتها. باطل. وعاتبوني بعض الأشخاص عليها. ايه. لا هم عاتبوني إنه ليش قلت جاهل وأحمق من يشارك في الانتخابات. زين. طبعاً قلت ما أبغى أن يقدم اعتذار. هذه اللي عاتبوك على مستوى رجال دين. رجال دين والسياسيين. زين. حتى بعضهم قالوا وجهة نظرك محترمة لكن ليش استعملت العبارة. زين. الآن عندما تراجع ما قاله الناس عن الانتخابات تجد أن ما قالوه أقسى مما قلته أنا والذي اعتذرت منه، تلاحظون شلون؟ لأنه مثلا قسم قالوا أنه
إذا شاركنا في الانتخابات نحن نادمون لأننا سنضطر لقطع أصابعنا. في البداية هم افتروا علينا هذه القضية، نحن ما قلنا هذه الكلمة لكن افتروها، الآن هم يقولونها كما ترى. زين، في كثير من الأحيان هذا التطور بالموقف جيد، لكن ما أجبتني أنه أكو جهات سياسية على مستوى رجال دين مشاركين في الانتخابات وأكو مرجعية صامتة بهذا الاتجاه. يعني أنا لا أريد أن أتخشن في الحديث، الصمت لا ينفع، الصمت ليس لمصلحة العراق ولا الأمة ولا هو جائز من الناحية الشرعية. ما معقول المرجعية في عزلة مثلا عن هذا؟ هم قالوا، هم البداية يعني صرحوا تصريحات مهمة وخطيرة، دفعوا الناس إلى الانتخابات. أنا إذا كنت قد دفعت الناس إلى الانتخابات وكانت النتيجة غير سليمة فيجب أن أصحح الموقف. هل تتكلم عنهم؟ أي طبعا. نعم، فإذا كانوا يتحملون المسؤولية فعليهم أن يبادروا لتصحيح الموقف وعدم الصمت. الصمت ليس حلا ولا أمرا مرضيا. هسه ما قالوا صمت، كل جمعة أكو خطبة المرجعية وأكو توجيهات للشارع والجهة السياسية. الخطب التي تصدر باسم المرجعية أولا غير دقيقة النسبة في حالة، وفيها شيء خطير في بعض الأحيان، هي مخدرة وليست صاحبة حلول. ممثلين المرجعية اللي يتحدثون، وليكن يعني إنسان يشارك في التخدير لأنه يخاف من الوعي مثلا أو لا يريد أن نصل الناس إلى مرحلة الوعي. أنا لا أريد أن أقول هذا اتهاما، مثلا أنا أضربك لك مثال. نعم. ما معنى أن يقال في خطبة الجمعة التي يدعى أنها تنتسب للمرجعية أن الحكومة مقصرة بحق الشعب العراقي؟ هل هذا الوصف وصف سليم يقبله الشعب العراقي؟ زين، شنو البديل برأيك؟ الحكومة ليست مقصرة فقط، الحكومة أجهزت على الشعب العراقي. أنا أقصد الحكومات المتعاقبة. نعم. ما أقصد الحكومة. نعم. الأخيرة، الحكومات أفسدت واقع الشعب العراقي، الحكومات سرقت ثروات الشعب العراقي، الحكومات تركت الشعب العراقي في محنة كبرى من الجوع، من أمراض، من أزمات، من انفلات أخلاقي. هم في الخطبة يقولون هناك انفلات أخلاقي خطير يجب أن يتخذ منه موقف. من يتخذ الموقف؟ أنتم تتخذون الموقف. فأنا مجرد أنه أنبه، أنا أقول هذه خطب تخديرية لا تنفعنا في شيء. طيب، وأرجو أن لا يكون الدين أفيون الشعوب في هذه المرحلة من المراحل. زين، نحن نريد دينا واعيا انهاضيا، لكن ايضا بحكمه وبتعقل، لا نقوم باعمال عشوائيه تؤدي الى اضرار كبيره. طيب، انا هنا سؤال يطرح نفسه، الى اي مدى يعني بهذا الكلام وبهذا التوجه، الى اي مدى نقدر نقول قربك من المرجعيه الحاليه في النجف؟ هذا السؤال فيه ارباكات وتداخلات كثيره، لانه اذا تقول قريب يقال انت غير لست بقريب، تقول انا بعيد ليش انت بعيد، تقول انا راضي ليش راضي، انت راضي ليش؟ يعني كل جواب عليه اشكال. نحن لسنا في موقف سلبي مع المرجعيه الدينيه، بل نحن نزعم وندعي اننا اكثر من يحرص على المرجعيه الدينيه وينتمي اليها. جيد. نحن أبناؤها ولا ننافس أحدا عليها، ولكن من أجل الموقف نحن نظهر موقف الشرعي دون تردد. يعني لو قالت المرجعية أو قيل عنها اذهبوا للانتخابات، نحن لن نتردد، نقول لا تذهبوا للانتخابات لأن هذا ضرر بالشعب العراقي. زين. يعني لسنا من النمط الذي يقال قالت المرجعية فاسكتوا، لأن لا ندري هل قالت أو لم تقل. هذا هو يعني أحد وكلاء المرجعية هنا في الكاظمية. نعم. دخلت معه في حوار أخير انتهى إلى قطيعة، هو يعني هرب من الحوار. قلت له بخط خلصني من هذه النقطة، قال ولم يقل، تستطيع أن تجيبني على هذا السؤال؟ قال نعم. بعد مدة هو ذهب ولم يعد، ذهب مع الريح كما يقولون في هاي الرواية المشهورة. فنحن إيجابيون جدا مع المرجعية، لكن بهذا المعنى، المرجعية التي تؤدي دورها الكامل في الأمة. زين، كون أنت قريب من المرجعية واسمع منهم مباشرة. حسن، نحن حاولنا ذلك وذهبنا والتقينا وتحدثنا وتحاورنا، ولكن هنالك جهات تريد أن تطوق المرجعية وتعمل باسمها، لا تسمح للصوت الحر أن يصل إلى
المكان المناسب. يعني انت افهم كلامك انه انت الروايه اللي قلتها انه هو رايت السيد السيستاني بعد الاحتلال مره واحده وبعدها ما قدرت توصل. مره واحده وخطيره جدا. ليش؟ لانه في الجلسه هذه تحدثنا عن ثلاثه حلول لازمه العراق، والسيد السيستاني قال هذه حلول صحيحه اعملوا عليها. انا قلت له هذا يحتاج الى قرار منك للعمل عليها، والجماعه من التلاميذ والمحيطين بك يباشرون ونحن معهم سنكون جزء من هذا المشروع. قد يكون عندنا تأثير في جوانب في العراق نافعة جدا لإنجاح هذا المشروع. بعدها المطوقون والمستفيدون من القضية عملوا خلاف هذا المشروع وانتهى إلى هذه الأزمة التي نعيشها. أكبر خطأ حتى أوضح، لأنه الأمور يعني تحتاج الآن لا توضيح زيادة، ما تحتمل اللبس. إيه لا تحتاج لبس، وليس نقدا لأحد وليس إدانة، بالعكس أنا أعتبر هذا إنقاذ للمرجعية من الطوق الذي تحاط به، ثم إنقاذ للدين، ثم إنقاذ للتشيع، لأن هنالك هجوم اليوم على الإسلام وعلى التشيع وعلى التسنن وعلى كل ما هو يمت إلى الدين بالصلة، أو كما تفضلت قبل قليل أن هنالك تشكيك بالقرآن أو دعوة في انحراف القرآن، هذا كله جزء من مشروع الإثارة ضد الإسلام وضد الدين. هذا واجبكم تدافعون عنه. طبعا يعني إحنا إن شاء الله نؤدي ما علينا وما نستطيع ودون ترديد. نعم. ف المرجعية التي قالوا أن هاي المرجعية، طيب وضحنا هذه الصورة. في تاريخ المرجعية الإسلامية العراقية والشيعية بالذات ما تبنت مشروعا سياسيا إلا وكان مشروعا وطنيا. يعني تتكلم عن الطباطبائي بالسابق، عن القوئي، عن الطباطبائي منه؟ من الأسماء اللي ببالك؟ يعني أتكلم عن شيخ مهدي الخالص الكبير اللي هو جدي. أتكلم عن سيد محمد سعيد الحبوبي قائد الجهاد والشهيد الذي استشهد في الجهاد. هذه أسماء مرجعيات في النجف. أتكلم عن سيد مهدي الحيدري. سبزواري مثلا. عن المرزا الشيرازي. أتكلم عن شيخ الشريعة. أتكلم عن عشرات من العلماء. طيب. ما تبنوا مشروعا طائفيا. وأنا أقول كل المرجعيات حتى اليوم لا تتبنى المشروع الطائفي. لكن في ظل هذا اللبس الحاصل والإحاطة الحاصلة حملوا المرجعية المشروع الطائفي من خلال دعوة تأييد قائمة الشمعة أو قائمة 555. يجوز هذا مو صحيح، ما صادر عن المرجعية. أنت مو تقول أنا 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 أميل لهذا. أنه ليس بصادر، لكن من ناحية السريان والتنفيذ طبق على الشعب العراقي، فأدى هذا إلى نشوء قائمة شيعية مقابلها قائمة سنية، وتحقق للمحتل ما يريده. كان هذا بداية التخندق وبداية الأزمة. زين، اليوم في اختيار رئيس الوزراء كان كل المرجعية دور برأيك؟ أيوة دور غريب، يعني أنا بالنسبة لي مصدوم مرة أخرى أنه شو هذا الاختيار. أنا طبعا لست ضد، كما أنه لست معه، يعني مو هذا شغلي، لأن أنا ضد العملية كلها، أبي أشوف بها عبث. ظلوا يتكلمون عن الكتلة الأكبر حتى يؤتى برئيس الوزراء، فجأة جاءوا برئيس الوزراء لا هو من كتلة ولا هو كتلة أكبر ولا مشارك في الانتخابات. طيب شو هال يعني، إذا تقولون انتخابات وديمقراطية فأين الانتخابات وأين الديمقراطية؟ هذا كله يدل على الزيف الحاصل في العملية السياسية. وين راح ينتهي المطاف شيخنا؟ تقديراتك يعني على الأقل. يعني إذا بقيت الأمور على هذا الحال المنتهى الذي نسير إليه خطير أو غامض على الأقل، وحين يكون غامضا يكون موحشا، لأن لا ندري ما هي النتائج التي سنصل إليها وأين نقع وماذا سيحصل. لكن مرة أخرى أقول، ومراهنة على العقلاء في الأمة من المراجع والعلماء والمثقفين والأساتذة والشخصيات الاجتماعية، ويوجد حراك في هذا، يعني هناك حراك لا بأس به. نتمنى، لأنه تشوف حراك السودان الحالي وحراك الجزائر، هذا ما نشأ في لحظة واحدة، هذا نشأ من تراكمات. تأكيد. التراكمات الأولى يوم ازدحمت ما كانت واضحة، الناس ما تلتفت إليها، لكن حين تصل إلى القمة يحصل هذا الشيء. فهذه التراكمات الآن موجودة في العراق، موجودة في الشارع، موجودة في الأفكار، موجودة في العمل، موجودة في الشخصيات. جيد. مثلا أنا شخصيا لعله في كل أسبوع في 3-4 اجتماعات أجتمع حول هذه القضايا، أنا شخصيا،
وغيره يجتمع 4 و5، وحتى الإعلام بدأ يخترق، يعني بدأ الصوت الداعي إلى إحداث شيء صحيح بدأ يخترق الإعلام الذي هو إعلام موطد أو مرصود أو إعلام معلب كما يقال. لأن الإعلام في العراق إلا نادرا، الإعلام في العراق خلي يكون لكم صوت إعلامي مثلا كمرجعية عراقية. صحيح إيه، لكنه مهيتلي يعني تحتاج إلى التكاليف وإلى الموافقات. أكون مشكلة بالفلوس؟ وإلى... طبعاً طبعاً يعني إحدى المشاكل. ها إحدى المشاكل تمام. أنا أريد أسأل شيخنا أنه قضية تحريك الشارع والسيطرة على أو تنظيم الشارع باتجاه معين. صحيح. بس أريد أسمع إجابتك. هاي العبارة الصحيحة جيدة. نعم أريد أسمع إجابتك عن بعد الفاصل إذا سمحت لي نأخذ فاصل. أحبت المشاهدين نذهب إلى فاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد أحبة المشاهدين. أعود لك جناب الشيخ، تكلمنا قبل الفاصل عن قضية تنظيم الشارع وإرسال رسائل إيجابية للنهوض بمسألة ما. إلى أي مدى لديكم قدرة على هذا الموضوع؟ أنتم لديكم جمهور ومعروف مقر المدرسة الخالصية في الكاظمية وإلها أتباعها، شلون تقدرون توصلون رسائل تنظمون الشارع وعلى الأقل تحركوه باتجاه معين؟ هو المطلوب هذا الحقيقة، يعني أنه إحنا لا نريد أن يتحرك الشارع تحركا عشوائيا لا يؤدي إلى نتيجة أو يؤدي إلى سلبيات خطيرة قد تضرب حتى ما تبقى من فتات مصالح كما يقال أو حالة سلم داخلي. طيب الشارع يكون ينظم من خلال خطاب موحد وخطاب يستند على المشروع العام للعراق. طيب ويدعو إلى الالتزام بوحدة العراق وإلى المساواة بين أبناء هذا البلد، وأن تكون هنالك جهة أو جهات سياسية قادرة على الظهور والتصدي للمراحل القادمة من المشروع. فبالتفاف الناس بعد تعرفها على هذه الجهات والتفافهم حولها تبدأ عملية تغيير منظم، وهذا التغيير في كل ظروفه وأحواله يجب أن يكون سلميا وحكيما أيضا. لكن هذه نقطة جدا مهمة. نعم. إذا لم نصل إلى حل بهذه الطريقة فسنفتح الباب أمام وسائل التغيير الأخرى التي تتسم قد يكون بالعنف ولا حكمة. لأن هناك أصوات كثيرة الآن، أنت تشوف مثلا مقدم برنامج يقول أنا من أقرأ هاي الأرقام، دي يتكلم ويا شخص يقول له من أقرأ هاي الأرقام أكاد أمزق ملابسي. زين. هذا الإحساس وأمثاله اللي يتكرر الآن بالإعلام أو كلام قد يكون قاسي يهاجم هذا الطرف ذاك الطرف، هذا ينبئ عن وجود حالة احتقان خطيرة، وحالة الاحتقان قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع. فمن الذي يجنب البلد المزالق الخطيرة المحتملة؟ هو أبناء البلد الذين يستطيعون أن يتحركوا بشكل معقول وبضبط آلامهم الشديدة التي يعانونها في داخل البلد. جميل. الحل أيضا هنا وأكرر مرة أخرى، من يفكر في حل من الخارج كما نسمع أصوات البعض اليوم ينتظرون الأمريكان يجون يسوون حل، يأخذون مؤتمر بديترويت ما أدري وين يسوون كذا، هذولهم نفسهم اللي فكروا بالحل من الخارج جابوا الأمريكان للعراق ووصلنا للكارثة. يعني نفس العقلية، مرات الإنسان يستعين بالخارج يلوذ بهم بعد أن يتضايق الوضع عليه في الداخل. جنابكم كنتم في يوم من الأيام في سوريا صح؟ إيه، لكن احنا ما دعونا جهة خارجية أن تتدخل في العراق. احنا كنا في سوريا وكنا في لبنان وكنا قسم بالخارج قسم بأوروبا، كان مشروعنا دائما عندما نتكلم نقول أيها العراقيون، نفس حكايتنا الآن،
أنتم تبنوا المشروع واشرحوه لغيركم لكي يعينوكم إن كان فيهم عون، لا أن يتدخلوا ويأخذوا القرار عنكم. هذا فرق بين الأمرين. بالتأكيد. نعم. أكو ناس يروحون يقولون الأمريكان إحنا وقعنا في ورطة، تعالوا خلصونا، صدام ظالم مدمرنا كذا، تعالوا خلصونا من صدام. هذا حل خطأ. نعم الظلم والألم موجود ويجب أن نتخلص منه، لكن الحل خطأ. هسه جماعة الآن رايحين نعقد مؤتمر، الأمريكان يجون هم يخلصونا. شنو هذا المؤتمر؟ معلوماتك عنه شيء؟ مؤتمر صار بواشنطن، مؤتمر صار بديترويت، بعض الهاربين من أزمة العراق رايحين يسوون مؤتمرات يكررون نفس الخطأ، أنه تعالوا الأمريكان جدوا لنا حلا. الأمريكان هسه هم هاربين من الحلول، هاربين من المواجهة. لكن هذول شلبين بهم تعالوا. كما قال أحدهم، ما نجيب اسمه، مات، قال إحنا المهم ربطنا الأمريكان جبناهم للعراق. قلنا لا تبرطنا من جبهة العراق، لكنه العراق ما وصل إلى بر أمان، ما وصل إلى حالة سليمة يستطيع أن يبني وجوده وأن ينشئ كيانه الحقيقي والمستقل. طيب أعود إلى سؤال تحريك الشارع. اليوم أكو جهة سياسية دينية، يعني مثلا متمثلة بالسيد مقتدى الصدر، مشارك في العملية السياسية وله ثقل ديني وله إرث ديني من أبيه وجده، وبالتالي هو قادر أن يحرك الشارع باتجاهات ربما تصل في بعض الأحيان إلى إسقاط الحكومة. ما رأيك؟ قبل ما تصير هاي الأزمات وقبل المشاركة في العملية السياسية، نحن اقترحنا عليهم، على من كنا نراهم، منهم هم كثيرون طبعا نراهم دائما، أنه كونوا أنتم قاعدة الحراك الوطني الجديد الذي يجمع كل العراقيين على المشروع الوطني الموحد. جيد. ونبهنا وحذرنا من المشاركة في العملية السياسية، لأن حين يشارك في العملية السياسية يتقيد بقيودها، وقع في ورطة، لا يستطيع أن يفعل شيئا. الآن يوجد كثير منهم، من سمعتهم أخيرا أو يتصلون، يقولون نحن دخلنا بصدد الإصلاح ولكن عجزنا عن الإصلاح، بل فسد بعضهم كما قال بعضهم. هم قالوا يعني أسمع منهم، وهن توجد خلافات وأزمات واضحة. الحل إذن ليس في متابعة مشروع العملية التي يديرها الغير، إنما عملية يديرها العراقيون أنفسهم. وأعتقد هنالك قدرة، يعني التيار الصدري حين اقترحت عليه هذا الاقتراح أو على شخصياته، أنا مدى اقترحها من باب المجاملة ومن باب إرضائهم، وإنما قراءة للواقع. تيار كما وصفته إلى شعبية، توجه إسلامي، ضد الاحتلال، قاوم الاحتلال، كل هذه أشياء إيجابية. يمكن أن يكون هو قاعدة الحراك الشعبي. الخلل الذي حصل هذا الذي أشرت إليه، أنه قيد بالعملية السياسية. اليوم السيد مقتدى الصدر غير مشارك في الحكومة الحالية. هذا مثل قضية الصمت المرجعية. ممكن خلنا نحكي بصراحة. نعم. ما يصير أني أكون بالعملية السياسية وأنا مشارك بالحكومة. إذا طلع وقال إحنا في المعارضة. أحسن. هنا نقطة فاصلة في تاريخ العراق وفي تاريخ التيار وفي تاريخ. إذا قال السيد مقتدى أو أحد من أتباع يحملون المسؤولية في الجانب السياسي، إنه تجربتنا في دخول العملية السياسية أدت إلى سلبيات خطيرة والعراق ما زال في أزمة، وكما قال هذا أحد الأخوة الذي هو من التيار، شخصية مشهورة أو معروفة على الأقل في أوساط التيار، هاي أول مبارح يقول لي هذا الكلام، أوصل لها رسالة، دخلنا بصدد الإصلاح فلم نتمكن من الإصلاح، الفساد بقي على حاله. إذا وقف لا يسقط الميسور بالمعسور. اللي أقدر علي أنا أقدمه. شنو الميسور اللي صار؟ الميسور اللي حصل شنو؟ السؤال هذا. إذا أكو شيء ميسور زين، هم يقولوا ماكو حتى ميسورهم ماكو. لا أكو، يعني منع أن تترشح شخصيات مثلا كانت في ممسكة بزمام الأمور أن تترشح مرة أخرى، وهذا شيء إيجابي، أنه ماكو وزير ورشح مرة أخرى، أو ماكو نائب يصير وزير مثلا. لا ليش هم الوجوه مو قالوا على أساس لا تتكرر الوجوه؟ هم كلهم جابوا ناس جدد. لا هسه الوجوه الموجودة في الدولة عند أقول المحصلة النهائية مو اللي جبتهم أنت أو آني أو فلان جهة أو فلان جهة. المحصلة النهائية هاي الوجوه الموجودة الآن في البرلمان وفي الدولة هي وجوه كلها جديدة لو أكثرها قديمة.
لا أكثرها جديدة حتى نكون منصفين. يعني رئيس الوزراء جديد؟ لا مو رئيس وزراء، نتكلم عن مجلس النواب. مجلس النواب هو صانع القرار أصلا. مجلس النواب ليس صانع قرار. مجلس النواب الآن يعاني من أزمة داخلية أنه لا يدري ماذا يفعل، لا يوجد مجلس نواب فاعل، لا يستطيع أن يحاسب وزير. وين الخلل؟ الخلل في أنه مجلس النواب مجلس ضعيف مبني على أساس فاشل. يعني هل يستطيع مجلس النواب أن يحاسب رئيس وزراء أو وزير؟ خلي يحاسبهم عن الفساد. صار جد هسه شكلت الحكومة وصارت الانتخابات التي تدعى أو تدعى، جابوا في واحد فاسد كما يقال حوت كبير من حيتان الفساد قدموه المحكمة. مصير مصر بها تبعات سياسية أكثر من ما هي تبعات إذن مالية. إذن لا نتائج، إذن لا إصلاح. الآن في الجزائر عندما حصلت التغييرات الأخيرة جاءوا بالشبكة الكبرى الفاسدة التي كانت تحيط بالرئيس. إيه صارت قاط نظام بشكل أحسن. فإذن هذا الذي نحتاجه، هذا هو الإصلاح، هذا هو الإصلاح. ويجب أن يكون حكيما. ماذا يضمن أن يعني أن تكون الجهة الجديدة اللي راح تجي أفضل من السابقة؟ ما قاله العراقيون وما قاله الجزائريون وما يقوله السودانيون وكل الشعوب، التيارات، التيار الشعبي الفاعل الحاضر في الساحة المنتبه إلى كل لعبة لكي لا يتخطف الجهود مرة أخرى. هذا هو الجهاد. الآن بالسودان أكو إضراب دائم مستمر أمام رئاسة الأركان السودانية. زين. جماهير بالشارع قاعدين، حتى فطور قاموا يطبخون فطور ويستحرون ويصلون صلاة التراويح ويصلون صلاة الصبح، لكن جماهير في الميدان لا تتحرك تنتبه. لذلك المجلس العسكري يتراجع خطوة خطوة، لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام إرادة الجماهير. هنا الكلام أنه إذا كان هناك تيارات شعبية فاعلة فلا ينبغي أن ترتهن لعملية سياسية فاشلة، يجب أن تتحرك بشكل مستقل وبشكل مدروس وحكيم وسلمي وواعي، تستطيع أن تستقطب جماهير عراقية عامة بعيدا عن الطائفية والحزبية والفئوية ليتبلور مشروع وطني في العمل. هسه جيد، هذا تحشيد جيد، لكن المواطن حتى الذي تصله هذه الرسالة هل تعتقد أنه سيذهب بهذا الاتجاه أم له مصالح أخرى؟ له، المواطن يدور عن مصالح الحقيقية في هذه الرسالة. لأن المواطن يجد أنه حاضره ضاع، مستقبله تائه، إمكانياته ليست، يعني ما يصير إحنا بالعراق عندنا فقراء إلى هذه الدرجة، ما يصير عندنا بالعراق مرضى ما عندهم علاج ما عندهم دواء، ما يصير عندنا بالعراق ناس يريدون أبسط الخدمات غير متوفرة لهم. هذا كله ناتج من ضياع طاقات وإمكانيات هذا البلد بسبب الفساد الموجود في هذه العملية السياسية. وأؤكد هنا شيء، بعض العراقيين فاسدون شاركوا في الفساد، لكن المسؤول عن الفساد هو الاحتلال الأمريكي. يعني الأمريكان هم الذين سرقوا أموال العراق، بل وأفسدوا الآخرين معهم، حتى يقال هؤلاء هم الذين أفسدوا وليس، يعني شركة ديك شيني المعروفة وشركة كوندوليزا رايس والشركات هي المسؤولة عن الفساد الذي جرى في العراق. وأنا عندي قصص، واحدة منها صدمتني من داخل مجلس الحكم قبل فترة وجيزة، قصة خطيرة، أن عضو في مجلس الحكم يبلغ الإدارة الأمريكية عن فساد في العراق فينزع جيب ريمر من هذا الإبلاغ ويحث هذا العضو على أن يكون برعايته الأخلاقية ويأخذ مبلغ من المال بالملايين لكي يشاركه في الفساد حتى لا يتكلم هذا الكلام. ذكر حتى مذكرات بريمر، ذكر هذه الشخصيات. مو هو بريمر دي يحكي على غيره، أنا أقول لك بريمر هو الفاسد، هو اللي جاب هؤلاء وورطهم في الفساد حتى يغطي على فساده هو. نعم هذول فاسدين وصاروا خدام عند بريمر، لكن الفاسد الحقيقي هو بريمر. زين، إذا تحدثنا عن فساد في العملية السياسية، هل تعتقد أن هناك خللا في المؤسسة الدينية اليوم؟ طبعا طبعا، بل أول الخلل هو في المؤسسة الدينية. يعني أنا قبل فترة كنت في زيارة لبعض الأخوة من العلماء في مكان ما، قالوا شخص لنا نقطة الخلل، قلت له نقطة الخلل في المؤسسة الدينية والجهة المحيطة بالمرجعيات الدينية تزعم أنها مرجعيات دينية. هذا التام حتى أنت يشملك. طبعا أنا ما لا أبرئ نفسي، ولا أبرئ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أنا دا أتكلم قضايا توصيفية لواقع مرير وكيف نعالج هذا الواقع، ليس مع أحد وليس ضد أحد وليس إساءة لأحد. هناك نقطة يعتبروها العراقيون مهمة جدا وهي المرجعية الدينية. المرجعية الدينية في تاريخها ذات بعد وطني وليست بعد
فئوي أو حزبي. هؤلاء القوم جعلوها فئوية وحزبية وبعيدة عن الواقع الوطني وجروها إلى الطائفية أو تكلموا باسمها طائفيا. هذا يجب أن يصحح، هذه النقطة الأولى. زين. فساد يوجد مالي في المؤسسة الدينية، هذا يجب أن يتابع لأن هذا خطير أيضا. يعني بالخمس والزكاة؟ طبعا بالحقوق، بالخمس والزكاة، بالأوقاف، بالما أدري عشرات القضايا. يعني أكو قضايا هسه أنا ما أقدر أتكلم بها، ليش؟ يعني أصحابها ما يقبلون. يعني ما يقبلون تتكلم بها؟ لا 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 لا، ما يقبلون أن أتكلم بها وعندهم الأدلة، فهم يقولون نريد فرصة حتى إحنا نحكي بها. مثلا أشخاص يريدون أن يظهروا. هناك أزمة. يعني سأقول كلمة. إحنا عندنا وقف إسلامي بالعراق أو الوقف الشرعي، سووه اثنين شيعي وسني، صحيح؟ ممكن يكون وقف مسيحي. أكو أزمة كبيرة في الوقفين السني والشيعي. شن هي الأزمة؟ الأزمة أكو خلل في التركيبة، في البناء، في الدقة، في العائدات، في الأشخاص العاملين، النماذج التي جيء بها لهذا العمل. مثلا عندما عين أشخاص في بعض الجهات الوقف، الشيعة مثلا هبوا على الشيعة المعينين، يعني لا يوجد غير هؤلاء؟ لماذا يؤتى بهؤلاء؟ هناك أزمة، أزمة خطيرة. وهذه الأزمة في المؤسسة الدينية استفاد منها السياسيون الفاسدون، فبدأوا يمررون أجندات ما يحتاجون باسم هذه المؤسسة. الآن المؤسسة الدينية صدمت، اعتزل البعض، هذا ليس حلا. الحل هو كشف الأوراق من جديد وإعادة الملفات من جديد. شو وقت تتوقع هذا يتم؟ يعني أتمنى أن يتم هذه الليلة وخلال أيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله، أتمنى. لكن شو وقت ما أدري بالضبط. يعني ما أكيد أكو أعداد. يعني أنت تتحدث عن أزمة كبيرة في هذا الموضوع، لابد أن يكون أكو هناك فد لوبي حتى يضغط جهد. على هذا الجهد. جهد نعم. هناك جهد في الحقيقة. أنا قبل شهرين كنت أجلس في ندوة مهمة مع مجموعة من العراقيين، وكنت أنا مدعو، يعني لست متكلما ولا محاضرا. زين. فاستمعت إلى كلام وطلب مني أن أشارك، فشاركت. مشاركتي كانت بسيطة جدا. طيب. قلت لهم أنتم تتكلمون عن أمور، أنا أطلب منكم أن تهيئوا وفدا للقاء المرجعية الدينية التي تعتقدون بها، وأن تشرحوا له هذه السلبيات. طبعا قالوا الاقتراح جيد، لكن يبدو تشكيكيا. قلت لهم لا، ليس تشكيكيا، اختباريا. أنتم شكلوا وفد روح. من هاي الشهرين أو ثلاثة، من ثلاثة أشهر أحد أنا يوميا أتصل بهم. رحت له؟ لا. رحت له؟ لا لا، ما رحنا. أستقبلكم أحد؟ لا، ما أحد استقبلنا. أنتم حاولتوا؟ حاولنا. وهكذا. يعني لا ينبغي أن نحيل الحلول إلى جهات مجهولة. الحلول هي بيد الناس، بيد المثقفين، بيد الواعين، بيد العلماء، عليهم أن يبادروا. ونتمنى أن تكون تحت سيطرة مركزية لكي لا تؤدي إلى انفلاتات خطيرة. ما هو هذا العقل الجمعي الذي يؤمن بشيء معين، بالتالي يصير صعب أنه يتهم هذا الشيء بقلة الوعي مثلا أو قلة الرعاية. شنو برأيك؟ أنا ما أدعو لاتهام جهة، أنا أدعو إلى تحمل المسؤولية. يعني أي شخص الآن يقول أنا مسؤول عن مستشفى، مسؤول عن مدرسة، من حمل مسؤولية إدارة هذه المدرسة؟ مفروض. مثلا هكذا. أنا عندما يقال، أنت استذكرت المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي مثلا، طبعا أنا أستثقل هذه الأوصاف وما كلش أميل إليها، الله يعلم إيش قد في قلبي، شنو وقعها وأثرها سموها، لكن إذا قبلت بها فهي مسؤولية. طبعا مو تشريف، مو ده. هاي مسؤولية أنه أتحمل ثقل الأمة بشكل عام، وثقل الشعب العراقي، وثقل الرسالة. لذلك أنا سعيد برجع الصدى مرة أخرى اللي سألتنا عنها، أنه أجد بعض الناس يقولون أن موقفكم هذا في رفض الهيمنة الأمريكية على العراق كان فيه دفاع عن الدين دون أن يعني تعلنوه، دون أن تقصدوه، قد يكون دون أن تقصدوه، بس يجوز إحنا قاصدين يعني، لكنه ما أعلناه، ما جعلناه في الواجهة. لأنه عندما يكون الدين ممتهن وتابع لأناس يشرف عليهم المحتل الأمريكي الذي لا دين له، هذا طبعا يشوه صورة الدين. فإحنا حين نقف دفاعا عن الشعب العراقي وعن حقوقه، يكون هذا دفاع ضمني عن الدين. طيب. ودفاع ضمني عن التشيع، ودفاع ضمني عن العمامة.
لأنه هسه يجي شخص يقول لك العمائم فاسدة، أنا موافق وهي أكو عمائم فاسدة، لكن يستطيع أن يقول كل العمائم فاسدة؟ خلي يجيب فد لزمة على جهة من الجهات التي رفضت الاحتلال، أكو عندنا عمائم كثيرة رفضت الاحتلال ورفضت أن تنصاع لإرادته، إحنا معهم، خلي يجيبونا في الشيء عملي أنه سويته فلان شيء بفلان تاريخ ضد إرادة الشعب العراقي وضد مصلحة هذا الشعب. هذا إيجابي في تقوية إرادة الأمة بالالتفاف حول رسالتها. إذا تحدثنا بالأسماء، منو قريب منكم بهذا التوجه؟ والله كثيرون، يعني هسه مثلا يعني بالأسماء، أنا مثلا هسه إذا تسمع سيد أحمد البغدادي وأخوه سيد علي موجودين بالنجف، سيد علي السبزواري، الرجل هو مو ظاهر كثيرا، لكن هو ابن الشيخ السبزواري، ابن السيد السبزواري سيد عبد الأعلى، مثلا الشيخ فاضل البديري، مثلا آخرين، يعني جزء بعض الأشخاص المحسوبين قريبين على التيار الصدري كانوا وخرجوا من التيار أو بقوا على علاقة، هؤلاء جميعا يشتركون في نقطة واحدة، عدم الانصياع لإرادة المحتل، بمعنى أنه يجب أن يكون القرار عراقيا خالصا خالصا مستندا إلى شريعة الأمة ورسالتها. أرد أسأل كسؤال أخير في قضية مدينة الكاظمية، هناك اليوم حملة لإزالة الكتل الكونكريتية من هذه المدينة، أيضا هناك أشعر أن هناك سطوة لإرادة العتبة، يعني العتبة الكاظمية أو الأمانة العامة في العتبة الكاظمية على كل مدينة الكاظمية، هل تؤيدني بهذا الطرح؟ أي نعم، هي السيطرة على العتبة وسيلة للسيطرة على المدينة، وهي وسيلة للسيطرة على الجماهير الشيعية. وهناك تذمر عام في المدينة من كل هذه التصرفات، تذمر شديد، وأدى إلى أزمات وإلى اشتباكات وإلى مظاهرات وإلى صراعات، لكن احنا وجدنا أن هاي القضايا ليست حلولا ناجعة، هناك يعني هذه هي جزء من أزمة الهيمنة على الوضع العراقي انطلاقا من الهيمنة على الوضع الشيعي. هم أكو جهة دينية مستلمة الموضوع بالأمانة العامة؟ مرة أخرى نرجع أنه الجهات الدينية المستلمة الموضوع لم تكن أمينة، لم تكن أمينة، يعني هو يسموه أمين لكن هو ليس بأمين، مو يريد يخون، يعني احنا مو نقول هو خائن بشخصه، لا، سلوكه لا ينطبق مع واجبه في إدارة هذه المؤسسة أو هذه العتبة أو هذا المكان أو هذا الوقف، هاي النقطة هي الجوهرية. فالأهل الكاظمية أصيبوا بتذمر شديد، حتى بلدية الكاظمية يشكون من اعتداء العتبة على صلاحيات البلدية. هذا قبل أيام كان أكو شغل بأحد الطرقات دي يشتغلون، قالوا العتبة معتدية علينا في كل مكان، مهندسين بالبلدية. فهناك يعني خلي أوضح الصورة بشكل كامل، هناك استغلال للدين للهيمنة الدنيوية والسياسية، هذه خلاصتها، والدين هو الضحية. احنا نؤمن ان الدين يستطيع ان يفجر طاقات الأمة، يجمعها على الخير، يوجهها للخلاص من هذه الأزمات. طيب، إزالة الكتل الكونكريتية هي خطوة إيجابية، طبعا للمزاح يقولون ترامب يريد يبني جدار بينه وبين المكسيك، فمحتاج الكتل الكونكريتية دي يشيلوها من بغداد يودوها هناك، طبعا المزاح دي يمزحون الناس، دي مزاح مرير في هالظروف هذه. يوصلوا إلى قناعة، يعني 15 سنة كثيرة، متى تزال؟ يعني 15 سنة تقطيع الشوارع، تقطيع الأوصال، ما أدري، الكتل الكونكريتية في كل مكان، وبعدين إحنا ما يكون هم جهودنا شغلنا كله إزالة الكتل الكونكريتية، أكو فد منافذ نقدر نشيلها الآن ونفكر في طريقة لدمج العراق من جديد، أن يعود العراق كما كان. الحمد لله أكو تغير جدا كبير، أنا بالفترة الأخيرة وفقت أن أزور حتى شمال العراق بعد انقطاع طويل، سرني كثيرا الوعي الشعبي الناشئ في تلك المناطق، لأنه الجيل الذي شاهد مظالم النظام السابق ما راد يكرر نفس الأخطاء، صار وعي الشعبي ضد العراق وضد بغداد، كانوا هسه شافوا لا، هم المسلطين عليهم هم يقومون بنفس العمل، فأحسوا بأنه الحل ليس بالانفصال والتقسيم، فليس الحل بأن نبتعد كعراقيين سنة وشيعة أو نتخاصم أو عرب وكرد، الحل هو أن نندمج. وسرني أنه في مدينة كركوك شيء جدا جميل، أن أهالي كركوك الأصلاء من العرب والكرد والتركمان رجعوا كما كانوا مندمجين مع بعض، لا توجد مشكلة فيما بينهم. مشكلة مو بالشعب، مشكلة ليس في الناس، المشكلة صنعها سياسيون وافدون من هنا وهناك. أنا أشكرك على هذا الحوار الجميل رمضاني، ونتمنى لك التوفيق في المحاضرات وأيضا حتى في توجهكم الديني والشعبوي
نشكرك شكرا جزيلا للشيخ جواد الخالصي على هذا الحوار. الله يبارك فيك، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا، وايضا الشكر موصول لكم احبه المشاهدين، نلتقيكم يوم غد ان شاء الله، تصبحون على خير.